تمام مع شباب الصوت واصل كويس شغل واصل يا باشمهندس تمام يا شباب هنكمل اللي عملناه السكشن اللي فات ان شاء الله يعني اتكلمنا السكشن اللي فات على الكباري المعدنيه عموما تمام وعلى ان الكود هنستخدمه ايه ال اس دي والشغل بتاعنا هيبقى عامل ازاي وتسليم الشتات والكلام ده كله اتكلمنا عنه ان شاء الله بقى ناخد الموضوع النهارده باستفاضه ايه هو الترم بتاعنا عموما الاول هنقسم الكباري الكباري بتاعتنا ليها انواع كتير على حسب الاستخدام يا اما كباري للوي يعني كباري اطارات يا اما كباري رودوي كباري مشاه وطرق يا اما كباري كرين يعني كوبري عامله عشان ينقل يشيل الكرين يا اما كوبري عامله عشان نقل مشاه زي ما قلتلكوا كوبري تعمل في شارع البحر طبعا كلكم اتفرجوا عليه يا اما بريدج كارينج بايب ده موجود على باب الكليه جنب الكوبري على طول تمام بالنسبه لنا احنا احنا في الكليه بندرس عموما بس اول وتاني نوع بقيت الانواع سهل انك تتعامل معاها يعني يعني دي أسهل بكتير من كوبري الأول والتاني اللي هو الريلوي والرودوي بريدج في إنشاءات بياخدوا الريلوي والرودوي بياخدوا الريلوي ترم أول والرودوي ترم تاني أنتوا بتاخدوا حاجة واحدة بس اللي هو الريلوي إيه تاني الأنواع الكباري على حسب نوع المين جردر, المين جردر بتاعتنا أو كاميرا الرئيسية لأنواع أنواع كتير يا إما تبقى بليك جردر كاميرا على شكل حرف I يا اما تبقى الكاميرا الرئيسيه عباره عن ترص، يا اما تبقى الكاميرا الرئيسيه عباره عن بوكس سكشن يا اما تبقى كومبوزيت سكشن ستيل وخرسانه في بعض برضه في انشاءات بياخدوا البليت وبياخدوا ترص، لكن بالنسبه للمدني هتاخدوا انتوا البليت بس زي ما قلنا في انشاءات بياخدوا الاثنين الريل ويتر الاول والبليت جردر في الترم الاول والترم الثاني بياخدوا الرودوي والتراس ولكن بالنسبة لكم انتوا هتاخدوا ترم واحد بس زيهم اللي هو الريل واي بريدج وتحديدا البليت جاردر بريدجز مكونات الكوبري عموما هي ايه؟ أول حاجة التراك السكة الحديد عموما يعني انزل على أي سكة حديد في أي حتة مثلا في أي قطر وشوف السكة الحديد مكونة من ايه؟ مكونة من قضيب القطر اللي هو الريل واحد واثنين على تحت كل عجلة واحد فيهم، أه... وهتلاقي كل مسافة كده محطوط لوح خشب، لوح الخشب ده بنسميه سليبر تمام، يبقى طريق القطر نفسه مكون من الريل اتنين ريل، أه... وتحته لوح خشب مكون أه... بيبقى ألواح خشب كل مسافة اسمها سليبرز، ألواح الخشب والريل مع بعض بنسميهم تراك. يبقى لما أقولك كلمة تراك يبقى أنت عارف أنا قصدي على إيه، قصدي على لوح الخشب